وصفة للحمل بسرعة باستخدام مكون واحد فقط. هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة سهلة وبسيطة للحمل السريع إن شاء الله باستخدام مكون واحد فقط. فضلا وليس أمرا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، شكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المكون الذي سيستخدم في هذه الوصفة للحمل السريع إن شاء الله. فالمكون هو مسحوق الزنجبيل. فمسحوق الزنجبيل هو معروف عليه على أنه جد مفيد وفعال في علاج معظم مشاكل الحمل، فهو يعالج مشكل عدم تنظيم الدورة الشهرية المتقطعة والغير المنتظمة، وكذلك يعالج برودة الرحم أو برد الرحم، ويعمل على تنقية الرحم من آثار الدورة الشهرية، وأيضا جد مفيد وفعال في علاج مشكل ضعف المبايض وتكيس المبيض. وستحتاجين كمقدار من مسحوق الزنجبيل في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من الزنجبيل. تقومين بأخذ هذه الملعقة وتقومين بوضعها في كوب من الماء الساخن جدا أو المغلى، ثم تقومين بتغطية الإناء أو الكوب لمدة ساعتين قبل استخدامه أو استعماله للحمل السريع إن شاء الله. تقومين بشرب هذا الكوب يوميا لمدة أسبوع بالكامل قبل الدورة الشهرية، وبعد ذلك بعد مجيء الدورة الشهرية تقومين بشرب هذا الكوب مرة أخرى يومين متتاليين بعد الدورة الشهرية. وقومي أختي الكريمة بتسخين الكوب قبل شربه لكي تحصلي على نتائج جد جيدة. ويمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة إذا كنت تعانين من مشكل تكيس المبيض وكذلك عدم انتظام الدورة الشهرية المتقطعة والغير منتظمة. فالزنجبيل على وجه الخصوص مفيد جدا للنساء اللواتي يفوقن عمرهن فوق 40 عاما ولم يتم الحمل والإنجاب، فهذه الوصفة وصفة جد مفيدة لهن لعلاج مشكل تأخر الحمل والإنجاب إن شاء الله. كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بالحمل السريع إن شاء الله. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، ولك مني جزيل الشكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفة للحمل بسرعة باستخدام مكون واحد فقط. هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفتنا زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم مرة أخرى على القناة، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وبحول الله ستشارك معكم وصفة سهلة وبسيطة للحمل السريع إن شاء الله باستخدام مكون واحد فقط. فضلا وليس أمرا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق، شكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المكون الذي سيستخدم في هذه الوصفة للحمل السريع إن شاء الله. فالمكون هو مسحوق الزنجبيل.
فمسحوق الزنجبيل هو معروف عليه على أنه جد مفيد وفعال في علاج معظم مشاكل الحمل، فهو يعالج مشكل عدم تنظيم الدورة الشهرية المتقطعة والغير المنتظمة، وكذلك يعالج برودة الرحم أو برد الرحم، ويعمل على تنقية الرحم من آثار الدورة الشهرية، وأيضا جد مفيد وفعال في علاج مشكل ضعف المبايض وتكيس المبيض. وستحتاجين كمقدار من مسحوق الزنجبيل في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من الزنجبيل. تقومين بأخذ هذه الملعقة وتقومين بوضعها في كوب من الماء الساخن جدا أو المغلى، ثم تقومين بتغطية الإناء أو الكوب لمدة ساعتين قبل استخدامه أو استعماله للحمل السريع إن شاء الله. تقومين بشرب هذا الكوب يوميا لمدة أسبوع بالكامل قبل الدورة الشهرية، وبعد ذلك بعد مجيء الدورة الشهرية تقومين بشرب هذا الكوب مرة أخرى يومين متتاليين بعد الدورة الشهرية. وقومي أختي الكريمة بتسخين الكوب قبل شربه لكي تحصلي على نتائج جد جيدة. ويمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة إذا كنت تعانين من مشكل تكيس المبيض وكذلك عدم انتظام الدورة الشهرية المتقطعة والغير منتظمة، فالزنجبيل على وجه الخصوص مفيد جدا للنساء اللواتي يفوقن عمرهن فوق 40 عاما ولم يتم الحمل والإنجاب، فهذه الوصفة جد مفيدة لهن لعلاج مشكل تأخر الحمل والإنجاب إن شاء الله. كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بالحمل السريع إن شاء الله. أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة فيمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب، ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.